أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي. أنتوا عارفين حضراتكم إنه مجلس الإدارة أو النادي الأهلي بشكل عام مهتم جدا بأن تكون أكاديمية النادي الأهلي من أفضل وأكبر الأكاديميات على مستوى العالم. فالنهاردة كان في اجتماع مهم جدا بخصوص الأكاديمية. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان مجتمع بأكاديمية كرة القدم في فرع مدينة نصر، وأيضا افتتحوا النهاردة البوابة الفرعية بفرع النادي الأهلي أيضا في مدينة نصر، وده كان بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة العصر. ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي صور من الافتتاحات النهاردة. النهاردة الاجتماع تقرر انعقاده حضوريا مش عبر تقنية الفيديو كونفرنس. طبعا انتوا عارفين انه تقنية الفيديو كونفرنس يعني جرت العادة عليها او في الاجتماعات اللي فاتت كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وموضوع التباعد الاجتماعي والكلام ده. الكابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي كان عقد اجتماع بحضور أعضاء المجلس فرع مدينة نصر زي ما قلنا، كان في مشاركة في افتتاح طبعا أكاديمية النادي وأيضا البوابة الفرعية زي ما قلنا كابتن هاني. أكيد كل طبعا الخطة الإنشائية اللي بيمر بيها للنادي الأهلي من خلال بداية من طبعا افتتاح القناة الاستاد العظيم اللي افتتاحه النهاردة، بنتكلم على افتتاح أكاديمية، ودي الأكاديمية من ضمن مشاريع النادي الأهلي المهمة جدا واللي كانت على ملف مجلس الإدارة إن بيهتموا بشكل كبير جدا في أكاديمية النادي الأهلي اللي إن شاء الله كمان هيكون ليها فروع كتيرة جدا جدا في مصر. عن المعلومات الخاصة إن في فروع كتيرة لأكاديميات النادي الأهلي على سبيل المثال في الصعيد، على سبيل المثال في بحري، يعني أكاديميات النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون منتشرة طبعاً بشكل كبير في كل جمهورية مصر العربية. ودوت من ضمن الأجندات أو من ضمن الملفات المهمة جدا جدا لمجلس الإدارة اللي من خلالها بيطور كمان قطاعات الناشئين اللي احنا عارفين زي ما انت عارفة برضه يا سهام إن الأكاديميات بتبدأ من سن من 5 لـ10 سنين، وبالتالي دي تعتبر كمان نواة لفرز لعيب على مستوى عالي من الأكاديميات للنادي الأهلي المنتشرة إلى قطاعات الناشئين. خلينا نسيب الجزء ده ونروح كمان كان في افتتاح مهم قوي للحديقة الترفيهية في منطقة الفود كورت، فالنهاردة كان يعني كانت عدة افتتاحات في نفس الأكاديمية. صحيح يعني صحيح. دي برضو من ضمن الخطط الإنشائية اللي كابتن هاني يمكن نتكلم فيها. تمام. ودي طبعا زي ما بقول لك دايما بيبقى في ملف قدام مجلس الإدارة، واعتقد بيقوم بمجهود كبير جدا كل مجلس الإدارة طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب انه بيطور وانه بيفتتح أكاديمية وانه كمان على مستوى الإنشاءات داخل فروع النادي الأهلي مش فرع الجزيرة بس، لكن فرع الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومدينة نصر. فالصورة اللي قدام حضراتنا ديت بتقول ان فعلا في حاجة جديدة. صح. في حاجة جديدة، والشكل المبهر اللي قدامنا بيدل ان في حاجة على مستوى بروفيشنال، وبالتالي ان شاء الله من تقدم الى تقدم وملفات مجلس الإدارة على مستوى عالي جدا ان شاء الله. كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي. نروح من مجلس الإدارة نروح للناحية الفنية.